فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: يقول كنت أغتاب بعض الناس ثم تبت من هذا العمل، فهل لابد أن أذهب إلى هذا الشخص وأطلب منه المسامحة؟ إذا تيسر هذا يجب عليك، وإذا لم يتيسر أو تخاف أنه يصير بخاطر الشيء عليك ويزيد يعني الشر، فأنت تدعو له وتثني عليه، تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها، ويكفي هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.